مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بحضراتكم في استوديو الشارع. هنفضل دايما في استوديو الشارع، نسعى لبث الطاقات الايجابيه من خلال ابراز ما يتحقق من انجازات ملموسه على الارض. اللي حصل في مصر في مجال تطوير العشوائيات ما حصلش في تاريخ مصر المعاصر، وده مش كلامي، ده بالارقام. لما بنقسم حضراتكم المناطق العشوائيه في مصر حسب التقسيمه اللي صندوق تطوير العشوائيات الحقيقه مقسمها، وهي المناطق العشوائيه المناطق الخطوره او الغير امنه والمناطق الغير مخططه. الغير امنه بيبقى لها اربع حاجات هنتعرف من ضيوفنا عليها، زي الاكثر خطوره داهمه، المساكن تحت الضغط العالي، يعني هي ليها اربع تصنيفات، وايضا الغير مخططه اللي اتبنت بدون تخطيط، يعني منطقة أرض دولة اتبنى عليها بدون أي تراخيص، أو أرض المفروض أنها تطلع أربع أدوار فطلعت 12 دور. الخدمات اللي موجودة سواء من مياه الشرب أو الصرف الصحي أو الكهرباء أو الغاز بتبقى ليها حد معين، المفروض المنطقة دي هيبقى لها كثافة معينة، بيبقى ضعف وثلاث أضعاف وأربع أضعاف. هي دي المناطق الغير مخططة، أو ما فيش شوارع زي منطقة مثلا عزبة الهجانة وأكتر من منطقة. الغير آمنة زي المهددة للحياة زي منطقة الدويقة. الحقيقة من أكثر من 6 سنوات والعمل على المناطق العشوائية زي ما قلت لحضراتكم بالأرقام ما حصلش في تاريخ مصر المعاصر. 360 منطقة هي دي المناطق غير الآمنة في جمهورية مصر العربية، تم الانتهاء من أكثر من 95%، وتم نقل أهالينا سواء نقل أهالينا إلى حي الأسمرات في القاهرة أو بشاير الخير في اسكندرية اللي كانت غيط العنب، أو المناطق اللي اتعمل فيها إحلال وتجديد زي تل العقارب اللي بقت روضة السيدة. هنعرف بشكل أكبر من ضيوفنا عن جهود الدولة في تطوير المناطق الغير مخططة. خلينا نرحب بضيوفي الدكتور شريف الجوهري، مدير وحدة الدعم الفني بصندوق تطوير العشوائيات، سابقا خبير التطوير الحضري. مشرفنا منورنا دكتور شريف. اهلا وسهلا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ برحب بحضرتك بالتاكيد الدكتور رجب مجاهد، مستشار صندوق تطوير المناطق العشوائيه، عميد كليه الهندسه بشبرا السابق. مشرفنا منورنا. اهلا وسهلا، اهلا بيك يا دكتور رجب. دكتور شريف هبتدي بحضرتك وتصنيف المناطق العشوائيه سواء الغير آمنة أو الغير مخططة. تمام، هو طبقا للحقيقة التصنيف الدولي والتصنيف برضو اللي خده صندوق تطوير المناطق العشوائية، المناطق الغير آمنة الحقيقة أو المناطق العشوائية بتنقسم إلى نوعين زي ما حضرتك تفضلت، الغير آمنة والغير مخططة. الغير آمنة بتنقسم إلى أربع تصنيفات. أول حاجة اللي بنسميها مهددة للحياة. المهددة للحياة ديت زي اللي هي بتقع تحت مخاطر جيولوجيه زي الدويقه، عشان زي الدويقه بالظبط كده، اللي هي بتقع تحت مخرات سيول زي اللي في اسوان. ايوه، او اللي كانت جنب في البحر الاحمر، او اللي كان بالبحر الاحمر بالظبط، اللي في راس غارب وكده، او اللي هي حضرتك تحت جنب مسار او حرم السكه الحديد. كويس، ده كان اللي هي اول نوع. النوع دي اللي هي مهدده للحياه. المهدده للحياه دي تقريبا انتهينا منها تماما. دي الحمد لله الدوله الحقيقه دي كانت الاولويه الاولى، لان ما ينفعش حضرتك تبدا في هذا البرنامج وناس معرضه حياتهم في اي لحظه ان هم يموتوا. كويس، محدش يقدر ياخد هذه المسؤوليه. كويس، فالحقيقه الدوله بدات باول حاجه اللي هي المهدده للحياه، يليها بقى المناطق اللي هي بنسميها مناطق العشش، دي اللي هي السكن الغير امن. وبرضه عشان نوضح للناس زي تل العقارب اللي تل العقارب بالظبط كده، تل العقارب ومناطق كتيره في كل محافظات في مصر الحقيقه. النوع الثالث اللي بنسميها مهدده للصحه، المهدده للصحه لا اما تحت خطوط ضغط عالي زي مناطق زي عزبه الهجانه، فيها منطقه تحت خطوط ضغط عالي، في مناطق في شبرا الخيمه، في القليوبيه، في اسوان وفي كذا محافظه، او انها بتتعرض الى تلوث صناعي فده مهدد للصحة، زي في مناطق في اسكندرية برضو مهددة للصحة. آخر نوع بنسميه مناطق عدم الاستقرار اللي هي معهوش حيازة، زي منطقة منشية نصر، في ناس قاعدة على أرض دولة فمعهوش أي ورق يثبت إن هو قاعد في هذه المنطقة. فدول الأربع تصنيفات بتوع المناطق، غير آمنة، دول كله غير آمنة. غير مخططة، الغير مخططة بقى كان في طبقا للقانون 119 اللي هو بتاع البناء، إن هي إنها نشأت في غيبة من التخطيط،
فاللي هي مثلا حضرتك تلاقي الشوارع المفروض كانت تبقى 4 متر عملوها 2 متر، الارتفاع كان 4 ادوار راحوا طالعين 12 دور، كان في خدمات ما عملوهاش، فالناس بدات. وانا بقى يعني بطلق عليه مناطق غير مخططه السكن الاهلي، كان ما كانش كانت الدوله في فتره معينه ما كانش فيه هيبه للدوله في العمران المصري، فبالتالي الناس بنت بدون في غيبه من التخطيط، فطلعت المناطق الغير مخططه اللي هي تمثل بالمساحه حوالي من 37-40% من مسطح العمران المصري. دكتور رجب مبسوط ان حضرتك معانا وحضرتك استشاري مشروع بنشوفه من اهم المشاريع في مصر وهو الاسمرات، حي الاسمرات. بحييك على يمكن الشكل الرائع لحي الاسمرات. كمان عرفنا انه هيبقى موجود زي حي الاسمرات في محافظات مصر اكتر من 16 محافظة والبداية بمحافظة السويس. تمام. انا بس في طبعا برحب باخويا وزميلي الدكتور شريف عشان نقدر نعرف حجم المجهود اللي بتبذله الدوله، لازم نعرف المحاور اللي بتشتغل عليها الدوله في اعاده صياغه الخريطه العمرانيه في مصر كلها. صحيح. وبالتالي بتلاقي الدوله بتشتغل تقريبا على 4 ملفات او 4 محاور. المحور الاولاني اللي هو بنعمل رؤيه جديده لمصر ببناء مدن جديده مستوفاه لكافه الاشتراطات الدوليه والعالميه زي العاصمه الاداريه، وبعدين بنطور المناطق العمرانيه القائمه اللي هي كانت مخططه زي القاهره الجديده وزي مدينه الشروق والعبور و6 اكتوبر، وبيحصل توسع وامتداد عمراني فيها. ده محور تاني مهم. المحور الثالث اللي تناوله الدكتور شريف اللي هو هنقول تطوير المناطق القائمه منذ مده ولا تستوفي الاشتراطات البنائية واتبنت لظروف مش هنتكلم فيها دلوقتي. ودي بتنقسم الى جزئين الحقيقة. الجزء الاولاني مرتبط بانشاء الاسمرات اللي زي ما حضرتك تفضلت انه نموذج رائع، بالتالي جت توجيهات السيد الرئيس في احد الاحتفالات انه يبقى في مشروع الاسمرات على ارض كل محافظة. وبالتالي هو هينشأ على العاصمة في كل محافظة مشروع مماثل باسم الأسمرات لمشروع الأسمرات. ولا الاسم هيختلف؟ لا بالتالي هيختلف، ممكن يختلف. هيختلف لكن الفكرة هي اللي ما بتختلفش. بالظبط. الملف الرابع ويمكن ده شفناه لما كان السيد الرئيس بيفتتح المجمع الطبي في الإسماعيلية، ادى إشارة مش هقول البدء لكن تفعيل وبقوة وفي إطار زمني اللي هو تطوير القرى او الريف المصري. صحيح. اذا عندنا 4 محاور هم طبعا الدوله شغاله فيهم بمنتهى القوه الحقيقه، لكن هو الاسمرات بيعتبر لان هو اسس لرؤيه جديده في السكن لاهالينا المصريين. ان هو من النهارده الدوله ما بتقولش خد شقه اقعد فيها، لا دي بتديله حياة كاملة، حياة كريمة وحي كامل بنوادي بمراكز شباب بمراكز صحية بمستشفيات يعني. ودي نقطة مهمة، ودي يعني بيندرج تحت هذه المشروعات التنمية المستدامة. التنمية المستدامة ان انا ما بديلكش سكن وخلاص، لا ده انا انت عاوز تعليم بتاخد تعليم، عاوز اوجد لك فرصة عمل تعال ادربك، يبقى في مركز تدريب، في مركز لإعادة التخاطب وتأهيل الناس حتى من الناحية الاجتماعية والسلوكية. فالحقيقة طبعا مشروع الأسمرات هو أسس لهذا الموضوع، وكان عشان كده الرئيس كان قال إحنا عاوزين نكرر هذا المشروع الرائع كموديل يحتذى به في عواصم المحافظات. دكتور شريف وأنا بذاكر للحلقة قريت إنه 160 ألف فدان هي مساحة المناطق الغير مخططة في مصر، تقريبا زي ما حضرتك قلت من 37-40% من العمران السكني في مصر مناطق تمام. غير مخططة. تمام. رقم كبير جدا ضخم. الشغل عليها يحتاج وقت كبير جدا. الدولة يمكن رصدة 318 مليار جنيه لتطوير كرقم مبدئي لتطوير بالزبط. المناطق غير المخططة. شايف حضرتك الشغل صعب في المناطق غير المخططة؟ هو إن أنا مش هاد لا يعني. لا المناطق الغير مخططة الحقيقة من هي من أصعب العمل يعني. والحقيقة أنا يعني كان بدايتي في التعامل مع قضية العشوائيات دي إن كنت بطور منطقة اسمها أبو أتاتة في الجيزة من 2005. والحقيقة العمل بتاع المناطق الغير مخططة لأن السكان موجودين والمباني نسبة كبيرة منها جيدة، لكن ساعات بتلاقي مفيش صرف صحي،
بتفتقد للخدمات عموما، مفيش خدمات، مفيش مركز صحة، مفيش ملعب للولاد يلعبوا، مفيش خطوط حريق لو حصل حريق، فالتعامل معاه بيبقى حرج جدا وبيحتاج من المتخصص أو الاستشاري اللي بيشتغل في المنطقة دي مجهود كبير إن هو يفهم طبيعتها الحقيقية ويبدأ يتعامل مع الناس. ما تقدرش حضرتك تدخل المناطق الغير مخططة بدون ما يكون ليك ظهر في المنطقة، بمعنى يكون في قيادة شعبية، يكون في مثلا إمام جامع، يكون في مثلا قس موجود في المنطقة، زي مثلا منطقة منشية ناصر، ما تدخلش ما تقدرش تدخل منشية ناصر غير لما دخلنا الحقيقة مع أبونا سمعان، مع الحقيقة أيام الدكتور سهل كتير سخدة. طبعا طبعا، لأنه حقيقة لازم تتعامل مع الناس، فتتعامل مع الناس بواحد غريب وجاي لهم ببدلة مش هينفع، لا لازم تتعامل معهم باللغة بتاعتهم، لازم يكون عندك ثقة في اللي أنت هتعمله. تحديات كبيرة جدا في موضوع المناطق الغير مخططة وهو الصرف الصحي. دكتور رجب، اشتغلت حضرتك كاستشاري في أكتر من منطقة غير مخططة، الصعوبات ايه يا دكتور؟ الحقيقة طبعا ده مجهود، يعني خليني أقولك ده مجهود مرعب، وعشان تعرف حجم المجهود اللي بيبذل في هذا الموضوع أبسط حاجة نقول الجهات اللي بتشتغل على هذا الموضوع. فلما تلاقي مثلا أنه وزارة الإسكان داخلة في هذا الموضوع بإعداد المخططات، الهيئة الهندسية داخلة عشان التنفيذ والإشراف على التنفيذ، وزارة التنمية المحلية لها دور، المحافظات كل محافظ في محافظته بإدارة التخطيط العمراني، لأن هنا الموضوع مش ماشي بشكل عشوائي وارتجالي، لا ده في دراسات بتتم، إيه الأراضي المتاحة والأراضي دي ولايتها تابعة لمين وإيه اللي هيحصل فيها، نمرة اتنين عليها إشغالات ولا لا، طب لو في ناس ساكنة وأنا عاوز أنقل عشان أعظم الاستفادة من المشروع هنقل الناس ديت إزاي ووديها فين لحد ما أخلص المشروع. فقه الأولويات في اختيار الأماكن الموجودة دلوقتي، كمان في توجيهات إن البعد الاستثماري لازم يخش في الموضوع. أنت النهاردة مثلا بتعمل سكن عشوائيات، طبعا وزارة التضامن داخلة لأن تعليمات السيد الرئيس إن بيستلموا الوحدات السكنية مفروشة، وزارة الصحة موجودة لأنه بينشأ وحدات صحية وبيبقوا متصلين نتوركينج، وزارة الشباب موجودة لأنه بيعملوا مراكز الشباب، وزارة الشباب موجودة عشان ملاعب، لأن أنت مش بتعمل بس بناء من هيكل خرساني، ده أنت بتعيد تكوين وجدان وفكر وثقافة ناس. صحيح. إذن بص منظومة مجموعة العمل دي بتشتغل إزاي، تعرف ان الموضوع اصلا ما بيتم، يجي لك بقى لما تنزل على ارض الواقع زي ما الدكتور شريف تفضل كده، من اصعب ما يمكن ان انت تخش تشتغل في منطقة الناس عايشة فيها، فانت لازم تشتغل والحياة مستمرة فيها، تعمل لهم الخدمات اللي ناقصة، عاوز شبكة صرف صحي، طب هتعملها ازاي في شوارع ضيقة، عاوز تعمل شبكة مية، عاوز تعمل غاز، عاوز تعمل تليفونات، عاوز تمهد طرق، عاوز تعمل ارصفة، عاوز تعيد صياغة الواجهات بتاعت الكلام ده كله. فالحقيقة طبعا عشان كده كان دي مدرجة في خطة 2030 انه على مدار العشر سنين دي يتم تطوير المناطق الغير مخططة دي ورفع كفائتها، وده كله تيسير على المواطن ان يقدر يعيش حياة كريمة. طبعا صحيح. في نقطة مهمة جدا احب اتكلم عليها هنا، هي لما تبص النقلات، ان بس مش الدولة بتعمل مدن جديدة لكن راحت بعد كده الى المناطق العشوائية اللي هي المناطق الاكثر خطرا، لان اهم حاجة هي حياة البني آدم، ثم راحت بعد كده لعمل مشروع متكرر من نماذج الأسمرات في المحافظات، ثم راحت لتطوير الريف المصري. ده فكر فيه عدالة الحقيقة صحيح. يعني فيه فكر فيه عدالة، انه بس انت مش بتنشئ مدينة جديدة عشان زي ما بيقولوا يبقى فيها جامعات وفيها 4G و5G وحاجات زي كده، لا ده انت بتمشي في محاور متوازية عشان تحقق العدالة ويبقى كل المواطنين المصريين اللي هم مشوا لفترات طويلة يستفيدوا من عملية
مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد. والحديث عن جهود الدولة في المناطق غير المخططة وتطوير هذه المناطق بعد ما انتهينا بفضل الله خلال الست سنوات الماضية من اكثر من 95% من المناطق غير الآمنة، ابتدينا نشتغل بشكل كبير جدا، وهنشتغل خلال السنوات القادمة. الدولة هتشتغل على تطوير المناطق غير المخططة. برحب من جديد بضيوفي دكتور شريف ودكتور رجب. وقبل الفاصل كنت بسأل حضرتك دكتور رجب، تطوير القرى وتطوير المحافظات ده كمان بيخش في تطوير المناطق غير المخططة، شايف حضرتك الجهود فيها عاملة ازاي؟ هوضح برضو في الجهود عشان ما نختزلش او نجتزئ الصورة في حاجة معينة. اتفضل. احنا زي ما تفضل الدكتور شريف، الدولة رصدة في خطة 2030 لتطوير المناطق العشوائية، المناطق الغير مخططة، ما يقرب من 350 مليار جنيه. ده رقم واحد. رقم اتنين، لما السيد الرئيس ابتدى يدي تعليمات وتوجيهات بشغل بعمل نموذج للأسمرات في عواصم المحافظات، تم رصد هذا الموضوع لل 26 محافظة اللي عندنا ما يقرب من 500 مليار جنيه. رقم ثلاثة، نيجي في آخر افتتاح للسيد الرئيس في الإسماعيلية لما ادى توجيهات ان نخش على موضوع القرى والريف المصري، ادى تعليمات لخطة بسقف زمني 3 سنين باستثمارات في هذا الملف لأهالينا في الصعيد والريف ب 500 مليار جنيه تاني لتطوير ما يقرب من 4500 قرية موجودين في 175 مركز. ولك أن تتخيل أن الـ 4500 قرية دول لهم توابع عبارة عن عزب ونجوع وكفور بتوصل لحوالي 31 ألف عزبة ونجع وقرية. والرئيس لما بيحط سقف زمني إحنا لازم بنلتزم بهذا السقف الزمني. إذا معناها هو مدي تكليفات لوزارة التنمية المحلية اللي هي المسؤولة الأول عن هذا الملف بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالتعاون مع المحافظات، انه في كل سنة فيما يقرب من رفع كفاءة وتطوير ما يقرب من 1500 قرية بالتوابع بتاعتها اللي بتوصل لحوالي 10,000. وده بيوريك حجم المجهود قد ايه. والتطوير ده مش بيشمل، ده بيشمل كذا حاجة ومحطوط على معايير معينة. يعني دايما بفقه الاولويات بتاخد القرى الاكثر فقرا، يعني اللي هي نسبة الفقر فيها بتتعدى 70% بتبتدي تشتغل فيها، لأن وده اللي حصل فعلا يا دكتور مجهدة جدا. نمرة اتنين، بتشوف القرى أو العزب أو النجوع اللي فيها نسبة أمية في المرحلة السنية من 15 وانت طالع، إذا ده معيار تاني بناخده في الاعتبار. تواجد مياه الشرب والصرف الصحي ده معيار تالت. المدارس نسبة الأمية قد إيه، موجود مدارس، موجود وحدات صحيه، اشتغل على الاقل على طول. فإذن هنا اكثر فقرا او اكثر احتياجا. يعني بمعلومات بسيطه عشان ما ازعجكش بارقام، هتلاقي ان محافظه سوهاج واسيوط جايين في وجه قبل من اولى المحافظات اللي هيتم التطوير فيهم. كويس. على الناحيه الثانيه هتلاقي مثلا بعض الاماكن، بعض المراكز في محافظه المنوفيه مع القليوبيه مع محافظات اخرى موجوده في الوجه دل دي. اذا الدولة بتشتغل بفكر رقم واحد. نمرة اتنين، في برنامج زمني، ده نمرة اتنين. نمرة تلاتة، ده برضو بيتم بالتعاون ما بين مجموعة من الوزارات ومجموعة من الهيئات، وهنا بيخش كمان دور المجتمع المدني، لانه في خلال الست سنين زي ما حضرتك تفضلت احنا النهاردة ما بتشتغلش انت من الصفر، ده في مجهود تم خلال الست سنوات اللي فاتت، بس الرئيس عاوز الاسراع الخطى، وبالتالي بيضخ هذه الأرقام عشان الناس تبتدي تحس فعلا بالتغيير. طيب دكتور شريف، دكتور رجب تحدث عن مجهود وتعاون يمكن كبير جدا من أول القيادة السياسية لكل الوزراء. كنا بنفتقد ده زمان في مصر، كان كل وزارة بتشتغل لوحدها، ما كانش موجود التعاون الكبير قوي ده، ما كانش موجود الربط بشكل كبير جدا، شفناه في آخر ست سنوات. الربط ده بالتأكيد بيؤدي إلى نجاحات والمزيد من النجاحات. ممكن نشوف تطوير ونلمح ونلمس التطوير في المناطق غير مخططة خلال قد إيه؟
والله هو طبعا البرنامج الغير مخطط هو زي ما قلت حضرتك اتعمل نماذج اللي هي ال 55 وبدا دلوقتي خلاص دخل في اطار التنفيذ ان هو ما عندناش رقم مستوى. يعني مش 360 منطقه زي ما قلنا في المناطق للاسف الغير امان، ولكن هو معتبر على زي ما قلت حضرتك فقه الاولويات. فطبعا خلال الفتره اللي جايه حقيقه هتلاقي حضرتك مجموعه من المشروعات في المناطق الغير مخططه بتطلع. اللي اتعمل كان نسبة صغيرة 55 منطقة دول كانوا كنموذج بس عشان نجرب الآليات التعامل اللي تفضل الدكتور رجب قالها، اللي هي من ناحية ايه الخدمات اللي نعملها، ايه الآليات في التعامل مع المباني اللي هو هي متهدمة، الصرف الصحي وهكذا. فالآليات اتعرفت خلاص، فبالتالي طريقة العمل هتبقى ان شاء الله. والحقيقة اللي بيهم زي ما حضرتك تفضلت وقلت اللي ايه خلال الست سنين دي حصل الطفرة دي، حاجتين: واحد اهتمام القيادة السياسية الحقيقة، اتنين توفير أراضي الدولة. قبل كده ما كانش فيه أن ندي توزيع عادل لأراضي الدولة لكل فئات المجتمع، دي كانت برضو نقطة مهمة جدا. تلاتة توفير التمويل، أربعة المتابعة، متابعة الحقيقة سواء في خامة الرئيس كل الأجهزة من الأول رئيس الحكومة وكل الأطراف بتتابع الموضوع، ما هوش متساب كده. يعني لو أقول لحضرتك مثلا زمان المناطق الغير العشوائية كانت تتبعت للمحافظات كده بيان، قولوا لنا عندكم كم منطقة، فكانوا يدوا لكل محافظة 25 مليون كده عشوائي كده، فكان كل محافظة يقول له أنا عندي 10 وأنا عندي 7 من غير أي حاجة. دلوقتي بقى في خريطة نظم معلومات جغرافية، ودي نقطة مهمة جدا على فكرة. وعشان كده نجح صندوق تطوير المناطق العشوائية في عمله، إن مفيش كلام عشوائي، لا ده في حضرتك المكان محدد جغرافيا ومعروف مرصود العدد الناس بمعرفة الجهاز المركزي المحاسبات، معروف مين اللي ساكن هنا بالظبط عشان ما يحصلش ناس تيجي على منطقة عشان فيها تطوير. فبالتالي ده بيتعمل على فكرة في المشروع بتاع المحافظات، وبيتعمل كمان في مشروع القرى، ان هو هيتعمل مع الحقيقة الجهاز استخدامات أراضي الدولة وهو عضو في اللجنة اللي موجودة عشان يتعمل خرائط معلومات جغرافية، ان عشان هيك ايه مش هاجي اطور المنطقه دي واجي كمان سنه اقول لا هي اتطورت ولا لا، لا فهي معلومه انها خلصت وهكذا. يعني دكتور رجب، النجاح المبهر الغير مسبوق للدوله في تطوير المناطق غير الامنه وانشاء احياء زي حي الاسمرات وزي بشائر الخير بيؤكد على ان شاء الله استمراريه نجاح الدوله في المخطط لتطوير المناطق غير المخططه. أنا يعني أقدر أدعي إنه ملف تطوير المناطق العشوائية أدير هذا الملف يعني بظروف باحترافية، وبالتالي الشاهد والمنصف بيشوف نتائجه على أرض الواقع، وبالتالي هو أسس للقواعد العلمية اللي بتتخذ في بقية الملفات الأخرى المماثلة. وبالتالي زي ما تفضل الدكتور شريف، أنا بأكد تاني إن في منظومة عمل بتتم فعلا بتناغم وتناسق، يعني وزارة الإسكان مع وزارة التنمية المحلية مع المحافظين مع هيئة استخدامات الأراضي مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، كل الكلام ده دلوقتي بيتم الحقيقة، يعني تروس كلها بقت بتشتغل كلها مع بعض، وبالتالي بتلاقي إن الخطوة اللي بتتم بتحقق مفهوم التنمية المستدامة. الرئيس دايما بيقول ان احنا الحاجه عاوزين نعملها مره واحده، مش هنعملها 20 مره بحيث نعمل ونهد ونرجع نعمل تاني. فكر التنميه المستدامه هو المرسخ في اذهان كل العاملين في هذه المنظومه، وبالتالي لا في اليات وفي معايير بتضمن كمان العداله والشفافيه في حته العمل في هذا الموضوع، اللي بيرجى منها ان المستفيد الاول والاخير ومحور اهتمام القياده السياسيه هو المواطن المصري. صحيح. دكتور شريف، شايف انه التخطيط للمناطق غير المخططة والشغل اللي بيبذل ولمسناه على الارض خلال الفترة الماضية بيستمر وهيستمر بشكل قوي، ولا بيبقى دايما وانتوا شغالين طالما طورتوا منطقة غير مخططة بيبقى دايما ديكوا دافع اكبر انكوا تشتغلوا في منطقة تانية وهكذا؟ الفكر ده نفسه والعمل بهذا الشكل بيحس بيه المواطن بشكل سريع جدا الحقيقه. والفكر كله ان هو حضرتك يعني فعلا المناطق اللي اشتغلنا فيها
تولدت علاقة اجتماعية مع الناس. ودي من أهم الحاجات على فكرة، إن حضرتك والدولة نفسها إنها مش مجرد بتعمل منطقة وتسيبها، لا ده احنا الناس بتحافظ على حاجتها. يعني أنا مش هعمل الشارع حضرتك واجي واحد تاني يوم يكسره، لا ده هي الإشراك الأهالي. ودي فكرة برضو حقيقة الدكتور رجب وعملناه والحقيقة جلسات مع السكان قبل ما ييجوا، يا جماعة دي حاجتكم مش حاجة الدولة، أما هنبني لك مبنى ولا هنعمل لك طريق ولا هنحط لك كشاف إضاءة، مش الولاد يروحوا جايبين طوب ومكسرينه، لا ده هم بيحافظوا على الحاجة. فدي بتزود الحقيقة انتماء الناس للمكان. وطبعا يعني الحتة اللي هي ان حضرتك بتعمل منطقة واللي جنبها التنافس بقى ده مهم قوي. والحقيقة انا بدعو في المشروع بتاع المناطق الغير مخططة اشراك الجامعات، لان الحقيقة الجامعات هي موجودة في يعني وفي خبرات الحقيقة متراكمة في كل الجامعات المصرية، ما اقدرش انكر هذا المجهود. فالجامعات بحكم موقعها الجغرافي والاستشاريين اللي في كل المناطق مصر او مهندسين مصر عن طريق نقابة المهندسين عن طريق جمعية المعماريين وهكذا، انا شايف وبعدها تاني ان دي فرصة جوهرية للعمران المصري لعمل نماذج مختلفة لكل محافظة بناسها بالطقس بتاعها، ان يبقى عندنا مشروعات زي يعني الاسمرات دي في القاهرة، لكن مش عايز اعمل الاسمرات بتيبيكال في اسوان ولا عايز اعمل الاسمران، هي فكر الاسمرات يعني احنا عايزين، هو ده الحقيقه اللي هو تفضل الدكتور رجب قاله. كلام دكتور شريف، واسالك يا دكتور رجب ازاي ممكن الجامعات، وحضرتك كنت عميد كليه الهندسه في شبرا، ازاي ممكن الجامعات تشارك وازاي المجتمعات المدني كمان، المجتمعات المدنيه كمان تشارك، الجمعيات الاهليه ازاي ممكن تشارك في تطوير المناطق غير المخططه؟ هو طبعا الحقيقه اللي بيقوله الدكتور شريف ده الحقيقه طبعا كلام في منتهى الاهميه، لان هو مش فكر الدوله اتغير عن الموضوع، مش مبنى حجر يعني، لا انت بتبني ثقافه وتبني انسان في الاول، وده شيء مهم جدا جدا ومقدر الحقيقه، وده يمكن هو الرؤيه بتاعت القياده السياسيه في الفتره دي. وفي مؤشرات لقياس ده، يعني مثلا في الاسمرات في مؤشرات تغير السلوك، الناس لما جت كان السلوك بتاعها شكله ايه، الاطفال لما جم كان السلوك بتاعهم، والنهارده السلوك ده لا بيحصل تغيير. النقطه الثانيه انه اعتقد برضو ان هو البعد انه ان نموذج الاسمرات بشكل يحافظ على هويه المحافظه او المدينه ده قائم جدا. ويمكن انا كنت من فتره قريبه في زياره لمحافظ اسوان، بنشوف النمط الديموغرافي والتركيبة السكانية ايه عشان تعمل، في ناس ممكن تسكن في وحدات سكنية لكن في ناس اتعودت انه عنده بيت معين مفيش حاجة فوق منه، وده الحقيقة الدولة بترعيه. اما بقى مشاركة الجامعة، فالجامعة طول عمرها الحقيقة بتشارك، لكن هي تقدر تشارك اكتر. احنا لما عملنا الاسمرات كنا بنجيب فرق الكورال بنشارك مع أطفال وشباب مدينة الأسمرات، أنا بحب الحقيقة أطلق عليها مدينة الأسمرات، كنا بنشاركهم الاحتفالات بحضور السادة المسؤولين على كافة يعني البوزيشنز بتاعتهم، وكانوا بيحضروا، كانت بتبقى من أمتع اللحظات لحد ما وصلنا لمرحلة إن إحنا كنا ضيوف وأطفال وشباب مدينة الأسمرات هم اللي بيعملوا العرض كله على المسرح المكشوف اللي موجود هناك. فتنمية الوجدان وتنمية الفكر والثقافة ده شيء مهم جدا 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 وبيحصل، ولازم الكلام ده يحصل. سيادتك لما هتروح تشتغل في القرى سواء في صعيد مصر أو في وجه بحري، إذا لم يكن هناك علاقة وطيدة زي ما الدكتور الشريف تفضل مع أهالي هذه القرية أنت مش هتقدر تشتغل. دكتور شريف، إيه المطلوب من قاطني المناطق غير المخططة عشان يساعدوا الدولة في رسم منطقة جديدة ليهم، يعني اللي ساكنين في هذه المناطق في المناطق غير المخططة، ايه المطلوب منهم يعملوا ايه، يساعدوا الدولة ازاي، زي ما حضرتك ذكرت كده مثلا عشان نشتغل في الصرف الصحي وهم ساكنين، ممكن يبقى شكل التعاون بين المواطن والدولة ازاي في هذه المناطق؟ التعاون الحقيقة المفروض احنا بنسميه في التخطيط تخطيط بالمشاركة. تخطيط بالمشاركة يعني ايه حضرتك؟ ان انا مش انا اللي انا من وجهة نظري كمهندس ان انا هروح احدد احتياجات الناس، لا ده احتياجات الاهالي المنطقة هم اللي يقولوا لي، يعني مثلا في منطقة انا انزلها يقولوا لي اضاءة الشارع دي اهم حاجة عشان البنات ما بتقدرش تخرج بالليل لانها ما بتبقاش امنة،
فيحطوا لي اولوياتي ان انا اشتغل في ايه الاول، او الصرف الصحي زي ما حضرتك تفضلت، او ان الولاد هنا مش لاقيين مكان يلعبوا فيه عشان عايز ملعب للولاد، او الشباب ما فيش حاجه تجذبهم فمحتاجين فرص عمل اعمل لهم مركز زي ما تفضل الدكتور رجب وقال. فاحتياجات الناس هي اللي لازم تترجم للمشاريع، وده لازم حضرتك، عشان كده انا بقول ان المجهود ضخم جدا، محتاج تضافر كل مهندسين مصر والجامعات والجامعات الاهليه وكده. الجامعات ليه مهمه حضرتك؟ الجامعات هي اوريدي احنا طبعا الجامعات عندنا غالبيتها مش هقول يعني نسبه كبيره جدا منها بتعتمد على الخدمات الاجتماعيه، بتقدم شنط رمضان مش عارف خدمات صحيه وهكذا، فهي متغلغله جوه المجتمع وعارفه مين اللي فقير ومين الغني والعماله بتعمل ايه، فدورها مهم جدا في التخطيط للانشطه اللي هتتم في هذه المناطق. فبالتالي الناس دورها بقى، الناس حضرتك بتقولي ممكن تعمل ايه؟ الناس انا لما اشتغلت في بوقتها الناس ممكن يشتغلوا معايا عمال، الناس ممكن واحد بيورد عنده مصنع بلاط يورد لي بلاط، الناس السيدات ممكن ليها أنشطة شغالها في حضانات وهكذا، الأطفال ممكن يشاركوا معايا بفكرهم احتياجاتهم، وده الحقيقة عملناه في ماسبيرو وعملناه في الأسمرات. الأطفال دي احتياجاتها ايه؟ هو هي الطفل محتاج بس ان هو ينزل بيت تعمل له شقة كويسة؟ لا، هو عايز محتاج ملعب، مركز شباب، عايز ملعب ينزل صحية فيه يعني. وبالحاجات الجميله في الاسمرات ان في اطفال دلوقتي حضرتك بقى ياخدوا ابطال جمهوريه في الكاراتيه وفي في انشطه كتير. ده بقى هو فعلا هو ده الحقيقه المجهود الرائع للدوله، ان الجيل ده هيطلع جيل عنده انتماء لهذه المنطقه للوطن بتاعنا. فبالتالي انا التنميه ما هيش تنميه مباني، لا هي تنميه اجتماعيه وثقافيه. والناس لان الناس حضرتك انا لو انا رحت برضو انت بتحب تقول لي الناس ممكن يعملوا ايه، الناس ممكن يشتغلوا يامنوني المكان، انا لو سبت مواد حضرتك ومفيش الناس مش عارفه ان دي حاجتها هتيجي تاني يوم الناس هتاخدها. انا كنت في المناطق الغير مخططه بنسيب الاسمنت ونسيب الرمل لان دي حاجتهم، هم حاسين انهم حاجتهم مش حاجتهم، ما ياش مقاول جاي يشتغل عشان اخد منه حاجه، لا ده حاجتهم. فالناس ليها دور كبير جدا، وحبها للمكان وما بتجد الحقيقه طبعا كل الامثله من الاسمرات وغيرها غيرها ادت ان الدوله فعلا مش بتضحك عليها، لا الدوله بتقول الكلام بثقه وبتنفذ اللي هي بتقوله، وان في قياده سياسيه وحكومه ووزارات دايسه في الموضوع. دكتور رجب هكمل مع حضرتك، ودور المواطن برضو في القرى، احنا بنطور قرى مصر كلها، في ناس شويه خايفه ده ابتدوا بمحافظات اسيوط وما قلناش في انا، او ابتدوا بسوهاج وما قلناش في بني سويف، ايه دور المواطنين في المحافظات المختلفه في تطوير محافظات وقرى مصر؟ لا قبل دور المواطن دور الاعلام. صحيح. الاول لازم الناس تعرف ايه المعايير، الدوله بتشتغل على معايير. المعيار الاولى ثم الاقل اولويه وهكذا. النهارده الدوله حطت في المعايير الاولانيه اللي هتشتغل عليها انه القرى اللي فيها نسبه فقر اكتر من 70% يبقى دول الاولى بالرعايه. يبقى هتخش تشتغل فيها في الاول. هم بييجوا بيعملوا كلاسيفيكيشن في كل محافظه، ايه القرى اللي نسبه الفقر فيها اكتر من 70%، ايه القرى اللي هي اقل من 70 لحد 50% وهكذا. وبالتالي انا بحط دول اولويه اولى اشتغل عليهم. نمره 2 اللي فيها نسبه اميه عاليه، يبقى انا عاوز اعمل مدارس هنا ودي محتاجه خدمه لان ده وعي وتنوير. لو انا عندي قريه وفيها نسبه الاميه عاليه ده الموضوع خاص بامان مصر كله، فلازم اعمل مدارس، يبقى لازم اشتغل على الحته دي. في معيار ثالث المراه المعيله، يعني حتى من ضمن الاسئله اللي بتتحط في اختيار القرى اللي هتبقى في المرحله الاولى، القرى اللي بيتم الاعتماد فيها على المراه اكتر من الرجل كثيره، المراه معيله شايله اعباء كثيره، يبقى انا لازم الحق اطور، لان التطوير هنا هو مش بس شبكه ميه وشبكه صرف صحي واسفلت وكده، لا ده مدارس بتتعمل. صحيح. مراكز تدريب لو عاوزين تأهيل. انا بقالي 30 ثانية وعايز اخد من حضراتكم كلمات اخيرة قليلة جدا عن تطوير المناطق غير المخططة في مصر. دكتور شريف. الحقيقة انا شايف ان هو ده المشروع القومي الجديد لمصر بعد انتهائها من قضية المناطق الغير امنة، ونستغل اهتمام القيادة السياسية وكل اجهزة الدولة، والرسالة الاخيرة زي ما قلتها
بزيارة الرئيس للهجانة اللي ما كانش قبل كده أي مسؤول يقدر يدخلها. دكتور رجب، أنا بقول إن ملف تطوير المناطق العشوائية بشقيه، صيانة المناطق الغير آمنة أو الغير مخططة، هو أحد الملفات اللي أدارتها الدولة باحتراف بعد ما بنت الثقة بينها وبين المواطن، فأصبح بيثق في الدولة وعشان كده بيكتب ليه النجاح. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور رجب مجاهد عميد كلية الهندسة بشبرا السابق، مستشار صندوق تطوير المناطق العشوائية. شرفتنا ونورتنا دكتور رجب. شكرا يا فندم. شرفتنا ونورتنا دكتور شريف الجوهري مدير وحدة الدعم الفني بصندوق تطوير العشوائيات سابقا، خبير التطوير الحضري. شرفتنا ونورتنا دكتور شريف. شكرا يا فندم لحضرتك. مشاهدينا الكرام، هنفضل نقول اللي حصل في مصر في تطوير العشوائيات ما حصلش في تاريخ مصر المعاصر، وده بالارقام انتهينا من اكتر من 95% من المناطق غير الامنه، وبدانا نشتغل في المناطق غير المخططه. القادم افضل في مصر بمشيئه الله، القادم افضل بسواعد المصريين وبالتخطيط المستمر، القادم افضل بقياده سياسيه كل هدفها الاول والاخير هو مصلحه المواطن المصري العظيم. استوديو الشارع هفضل شعاره دايما مصر تنطلق، ونفضل دايما في استوديو الشارع نبض الشارع المصري.